النهارده احنا في مؤتمر في القاهره. المؤتمر بيجمع الجمعيه الاوروبيه لعلاج ارتفاع ضغط الدم واساتذه من الجامعات المصريه، وبنناقش موضوع ارتفاع ضغط الدم. مرض ارتفاع ضغط الدم منتشر في مصر، وان هو بيصيب حوالي 40% من البالغين فوق سن 18 سنه. طبعا فوق سن 60 ممكن النسبه دي توصل لاكثر من 50%. مرض ضغط الدم مرض صامت وقد لا يسبب اعراض، لكن هو في نفس الوقت يؤدي الى تلف اعضاء حيويه في الجسم. ارتفاع ضغط الدم المزمن اللي ما بيتعالجش العلاج الصحيح بيؤدي الى تلف في المخ، ممكن يؤدي لا قدر الله الى سكته دماغيه، ممكن بيأثر على عضله القلب يؤدي الى تضخم القلب، هبوط عضله القلب، ممكن يؤدي الى ذبحه صدريه، ممكن يؤدي الى فشل كلوي، ممكن يؤدي الى تلف في الشرايين الطرفيه. فاذا هو مرض خطير. خطوره المرض ان هو ملوش اعراض، ان هو مرض صامت، وان هو بينخر في جسم الانسان بدون الانسان ما يشعر باي اعراض لغايه ما يحصل تلف دائم. الخطوره كمان ان هو منتشر، وبالتالي بيعرض حياه ناس كتير للخطر. العلاج ضغط الدم علاج سهل، في علاج غير دوائي. العلاج غير دوائي اللي هو احنا بنكون حريصين في اكلنا، بنبعد عن الدهون، عن الفاست فود، بنقلل الملح في الاكل، بنحافظ على وزننا، بنمارس الرياضه، بناكل اكل صحي، بناكل خضار، فاكهه، البان، سمك، كل ده اكل صحي بيقلل فرص الاصابه بضغط. النشاط الرياضي مهم قوي، النشاط اللي الواحد يمشي كل يوم ولو نص ساعه ده بيفيد صحه الانسان عامه. علاج ضغط الدم سهل، غير العلاج اللي هو اللايف ستايل او اسلوب المعيشه، الانسان يعيش حياه صحيه سليمه. الادويه، دواء الضغط دلوقتي في ادويه فعاله جدا، والادويه دي بتتاخد مره واحده في اليوم، وهي نسبيا رخيصه واعراضها الجانبيه قليله مقارنه بالادويه القديمه. فاذا علاج ضغط الدم سهل، وبالتالي احنا ممكن نمنع اضرار كبيره عن نفسنا بالالتزام بالعلاج والوسائل الصحيه. ونتمنى للجميع الصحه والسعاده، وشكرا.